السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نور مينا سبورت. مسيرة الفيصلي في الدوري والكأس عنوان حلقة هذه الليلة من البرنامج، وأرحب بضيوف هذا البرنامج السيد محمود صايل المدير الإداري للنادي الفيصلي. مساء الخير أخ محمود، أهلا وسهلا فيك. كما أرحب بالكابتن زياد أبو شنب المدرب العام للنادي الفيصلي، أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا. وقبل أن نبدأ بالحديث عن الموضوع الرئيسي للحلقة، لدينا العديد من الأخبار السريعة. نبدأ بالخبر الأول، قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في المجموعة الثالثة سي. الفيصلي سيلعب مع دهوك العراقي، شعب إب اليمني، وظفار العماني. يذكر بأن الفيصلي أحرز اللقب مرتين 2004 و2005. إذن المجموعة الثالثة الفيصلي، دهوك العراقي، شعب إب اليمني، وظفار العماني. نذهب إلى المجموعة الرابعة كابتن محمود طلفاح. المجموعة الرابعة، المجموعة دي، الرمثا سيلعب مع القادسية الكويتي، رفشان من طاجكستان، والشرطة السوري. المجموعة الرابعة، الرمثا الأردني، القادسية الكويتي، رفشان من طاجكستان، والشرطة السوري. نتمنى إذن أن تكون مشاركة موفقة للفيصلي والرمثا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الخبر الثالث، المستشار الفني للفيصلي قرعة الكأس الآسيوية متوازنة. قال راتب العوضات المستشار الفني للنادي الفيصلي بأن قرعة الفيصلي في كأس الاتحاد الآسيوي متوازنة، وأضاف بأن خبرة لاعبي الفيصلي الآسيوية تؤهلهم لحسم صدارة المجموعة الثالثة. الخبر الرابع، حمد مدرب الأردن يستبعد السلمان وزعتر والرواشدة والبصول. استبعد عدنان حمد ياسر الرواشدة، يوسف في الرواشدة، محمود البصول، ومحمود زعتر وسليمان السلمان من تشكيلة المنتخب المغادر إلى بطولة غرب آسيا. وأكد حمد بأن استبعاد الأسماء لم يأتي سوى لقناعات فنية وليس لتدني مستوى اللاعبين المستبعدين. في البداية أخ محمود، مبروك الفوز اليوم على اليرموك في كأس الأردن 2-1. تقدم اليرموك، ولكن كيف الفيصل استعاد زمام الأمور وحقق الفوز؟ أول شيء الحمد لله، توفيق من الله. اليوم بجوز كنا بالشوط الأول شوية مش بمستوى الفيصلي، بالشوط الثاني اللعيبة مع الكباتن ما قصروا، اشتغلوا. الفريق دائما اللي بيحكي اللي بيقلب نتيجة بيكون فريق كامل، صح. الحمد لله رب العالمين، جانا بالهدف الأول اللي حققه حاتم، والهدف الثاني حسونة، وطلعنا بالثلاث نقاط ننافس بصدارة الكأس، والله وفقنا والحمد لله رب العالمين على هذا الفوز اليوم. طيب عز الدين النجار، مساء الخير سريعا. السلام عليكم كابتن. وعليكم السلام، اهلا وسهلا عز. بحب امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى احلى اعلامي رياضي في البلد كابتن بسام محمد. حياك الله يا سيدي. كابتن بسام، بدي انا بحب اول شيء امسي على ضيوفك الكرام، اسال سؤال، في سؤال للاخ محمود صايل والثاني للاخ زياد ابو شنب. نعم يا سيدي تفضل. سؤالي بالاخ للاخ محمود صايل، يعني بالاعلام ظهر في الاونه الاخيره كثر الحديث عن استقطابات الفيصلي من انديه محليه ومحترفين. يعني انا لاحظ شغله انه بالنسبه للنادي الفيصلي، ملاحظاتي بعرف شو رايي في الموضوع، نعم، انه الانديه انه الفيصلي مش بحاجه للاعبين من الانديه، يعني لاعبين في مستوى معروف. يعني هاي كل الاستقطابات من الانديه المحليه او المحترفين مثل الوجه السريع طعمها زاكي، لكن تؤدي الى السكري والضغط. نعم. الوجه السريع. طيب خلي كابتن عز، خلي الاخ ابو صايل يجاوبك على هذا اللي ما فهمت سؤاله. اللي بقول لك الفيصلي مش بحاجه للاعبين من انديه اخرى، لانه اللي عنده من افضل اللاعبين. يا سيدي احنا عندنا لاعبين على مستوى عالي ما حدا بينكر، نعم، واحنا بس هو الله بلزمنا لاعب او لاعبين بالانتقالات الشتويه، نعم، واحنا متمسكين بكل لاعبتنا، يعني ما عندنا اي مشكله بين اللاعبين، نعم، والامور الامور الاداريه مستقره عندنا وما عندنا اي مشاكل الحمد لله رب العالمين. يعني هو الاخ عز بقصد لك ليش ما الاجيال اللي بيقدمها الفيصلي تستغلوها؟
احنا شوف احنا هسه بدي افوت على موضوع اللاعبين. نعم. احنا بالنسبه للاعبين عندنا لاعبين على مستوى فعلا كبير. نعم. بجوز احنا شوي جماهيرنا زعلانه مننا رابع دوري. نعم. لكن هذا لا يعني انه ما عندنا لاعبين، احنا عندنا لاعبين على مستوى كبير ولاعبين قادرين انهم يتصدروا الدوري من جديد ويصلوا للدوري. نعم. الان احنا كاداره بمعالي الشيخ سلطان العدوان باخر اجتماع باللعيبه. نعم. طرحنا موضوع انه لازم يكون عندنا دائما باي فريق في العالم لازم يكون الشباب موجود. نعم. احنا ما راح نستغنى عن اي لاعب. نعم. الا اذا اللاعب ما بده الفيصلي. نعم. ما عندنا مشكله نستغنى عنه. نعم. لكن احنا الان خطوتنا الجاي انه بدنا نعطي مجال للاعيبه الصغار اللي عندنا يلعبوا. نعم. يعني حتى نقدر يعني عندنا لاعبين ما شاء الله عليهم كبار بمستواهم وكبار بتاريخهم على وشك الاعتزال. بالضبط. نعم. يعني احنا عندنا تسع لاعبين منهم عقودهم بدايه الموسم. نعم. فاكيد احنا بدنا يعني نفس لعب. المشكله اللي صارت السنه الماضيه هي مش للفيصلي. هي مش للفيصلي. نعم. هي لكل الانديه بالاردن. نعم. هذا الاحتراف. نعم. هذا الاحتراف، هذا مش بس على الفيصلي بس، هو الكل يقول انه انتهاء عقود ثمانية من اللاعبين السنة الماضية اصاب الفيصلي يعني بضربة كبيرة. سيدي احنا ما بننكر، احنا نعم. بنقول مع انه احنا عندنا لاعبين ما شاء الله عليهم كويسين. نعم. والان شوي شوي برجعوا قاعدين بالفورما، وان شاء الله انا برد بكرر لجمهورنا انه راح نرجع للدوري، لسه الدوري ما راح. نعم. اللي بيعتقد انه الدوري راح، لسه الدوري ما راح، الدوري. نعم. بالدوري موجود، هذا دوري وطويل. نعم. بالنسبه للاعبين احنا عندنا اذا كان في ارتكاز في الفتره الجاي راح يكون لاعبين شباب فقط. نعم. اللاعبين اللي بيستحقوا يضلوا بالفيصلي راح يضلوا بالفيصلي. نعم. واللاعب اللي مش حابب يجدد للفيصلي الله يسهل عليه. نعم. هذا بدلاء رسالة يعني. هذه رساله معالي في بدلاء كابتن عندكم يا ابو الزوز؟ والله الحمد لله دائما. نعم. الفيصلي يعني زاخر بالنجوم يعني على مدى العصور يعني الحمد لله. نعم. رب العالمين طول عمر الفيصلي بيخرج لاعبين ممكن. صحيح. يعني لنا. نعم. سنتين. نعم. مش بس الفيصلي يعني جميع انديه الاردن بتعاني من بدها لاعب جاهز. يعني احنا مثلا الفئات العمريه الان بيقول لك من زمان ما اخذوا بطوله وايش الان الصرف مش ملحق على الفريق الاول. نعم. سواء الفيصلي او اي نادي في الاردن. نعم. مش ملحق يعني المصاري اللي بتيجي من الاتحاد او اذا عندك مشروع بيعطيك استثماري اي دعم اي شيء كله رايح للفريق الاول يعني ما بتلحق يعني. نعم. راح تتكرر الموسم هذا والموسم اللي وراه وكل موسم راح كل الانديه تعاني في كل نهايه موسم. نعم. لانه اذا الفيصلي ممكن 10 بده يخلص عقودهم، الوحدات نفس الشيء، تروح على الجزيره. نعم. على العربي. نعم. اي فريق الان لانه ما في الانديه ما معها مصاري اللي تتعاقد مع لاعب لثلاث واربع سنوات. نعم. واللاعب نفسه ما الان يعني بالاردن بيقدرش يوقع اكثر من سنه. نعم. حتى يشوف ممكن يجي عرض يعني الايام هاي تقدر تجبر. نعم. كلها ما تقدر تجبر. بقول لك استنى علي انا بجوز يجينا عرض خارجي. وين الولاء والانتماء يعني زي ما دائما بيحكوها؟ اي ما هي صارت مهنه. نعم. بس الان صارت مهنه. نعم. فالولاء ممكن لا هي يعني الانتماء موجود وولاء موجود لانه هاي هسه مهنه بس بيقتنص بده اي فرصه يقتنصها هو بده يبرز يعني بالموسم اللي بوقع معاي. نعم. في النادي بده يبرز فيه حتى يزيد سعره. نعم. يعني هو مش راح يبخل بالعطاء في هالسنه. نعم. هاي حتى يزيد من سعره لما يجي عقد ممكن لاعب عنده بالفيصل بكره يجي عقد خارجي. نعم. كل لاعب الان بتمنى صار يطمح انه. صحيح. بالعقد الخارجي لانه حتى يحسن من معيشته واموره. نعم. العائليه. طيب كابتن شو يعني بقول لك انت بتعرف كمان شو في شيء يعني يعني للجمهور الناس يعني احنا بنطمن الجمهور وبنقول لهم. نعم. انه بتوجيهات معالي الشيخ اجتمع فينا. نعم. وطلب من سامر الصحيح انه. نعم. نبحث عن لاعبين عن مستوى وسامر كثر الله خيره مش مقصر يعني شهادة لله. احنا بنقول انه الفيصلي راح يرجع بقوة. نعم. بجوز احنا عندنا ما بدنا نكشف عن مين الان. نعم. لكن عندنا لاعبين ان شاء الله راح يكونوا بالفيصلي على مستوى وراح يعود الفيصلي بهاي الفترة الانتقالات بهذه الحالية. الفترة ان شاء الله او ما يعني هي. نعم. بترجع الامور احنا لسه في حسب الامور المالية. الامور المالية وغير الامور المالية احنا اعطينا معالي الشيخ طلب من الكابتن تيتا من سيبقى بالفيصلي ومن سيغادر الفيصلي. نعم. بصراحة وراح يعني. يعني حكيته بهذا الموضوع من سيبقى ومن سيغادر هو شوف بعد يعني المباراتين ان شاء الله اللي خلصنا منها مباراة اليوم وان شاء الله عندنا الاسبوع القادم الخميس القادم مباراة مع العربي هو يعني حاطط التوجهات كاملة لانه باخر اجتماع مع معالي الشيخ
طلب منه تقرير باللاعبين اللي يصلحوا انه يبقوا للفيصلي او يغادروا خارج الفيصلي. في مجاملات لسن لتاريخ لخبره بصراحه. انا بدي اجاوبك على العطاء. يعني هذا اللي في مجامله الا العطاء. احزاب الفيصلي لاي لاعب كان يكون ما في مجامله. فيصلي برجع بقول لك اللاعب اللي بده يلعب للفيصلي احنا معه، والكابتن زياد بجوز من اكثر الناس اللي خدموا النادي الفيصلي. نعم. اللاعب اللي ما بده يخدم الفيصلي زي ما قالها الشيخ الله والنبي معه، احنا كل لاعبه الاردن بتمنوا يلبس الفانيله الزرقاء. طيب قصه حسون الشيخ يعني بيوم بده يبطل يوم بده يرجع، انا يعني شو وضعه شو وضعه انا حسونة. انا بقول انه حسون رجل. نعم. حسون الشيخ واضح للجمهور رجل بكل معنى الكلمه. نعم. زلمه بغار على مصلحة الفيصلي. نعم. وجوا الملعب فعلا الرجل. نعم. وأنا بقول لحسونة اليوم كل يعني ماشي إحنا الفريق والله كلهم زلام إحنا ما. نعم. بس في بعض اللاعبين يعني ما بدي أقول 100% عاطلين ولا 100% كويسين، هناك بجوز 3-4 لاعبين هم بجوز اللي عندنا مشكلة في الفريق. نعم. لكن إذا سألتني عن حسونة، حسونة رجل بكل معنى الكلمة داخل الملعب، حسونة بغار على البلوز الزرقاء، حسونة كل بعرف قديش خدم الفيصلي ولاعب بثقل حسون الشيخ، ما اعتقد انه الفيصلي بتخلى عنه بسهوله. نعم. طيب كابتن زياد شو اهميه حسونه بالنسبه لكم؟ لانه يعني مجرد ذكر انه حسونه يغادر بثير الجماهير، يعني الجماهير بدها حسونه. انتم مع بقاء استمراره ولا شو طبعا الوضع؟ حسونه من اللاعبين المهمين للفيصلي، قائد يعني. نعم. على مستوى عالي كان ايام المنتخب او بالوقت الحاضر، يعني حسونه من اللاعبين المهمين لفريق الفيصلي، وهو كقائد يعني في الملعب. طب شو سر الشكوى بعض يعني اللاعبين عليه؟ لانه قيل انه اللعيبه اشتكوا على حسونه، شو ماله حسونه؟ حسونه من نوعيه سواء في المباراه او في التمرين بنفس الروح. نعم. وبنفس يعني لما تشوف حسونه بالمباراه. نعم. اللي بيجي بيشاهده بالتمرين بنفس الروح. نعم. احنا بنتمنى من كل اللاعبين يلعبوا بنفس روح حسونه، هو بجوز مرات من حرب على الفريق بفقد اعصابه، اي لاعب يعني في على مستوى عالم امبارح واحد هالك البرازيلي. نعم. مع فريق الروسي تبدل حقه 70 مليون برضو ما ننسى كابتن زياد. نعم. يعني بتصير يعني. طيب اخ زياد في تدخلات من اللاعبين مع مدير الفريق مع الإدارة؟ في لعيبة بروحهم من وراكم كمدربين مدير الفريق على الإدارة بيشتكوا؟ فريق كرة القدم بالنادي الفيصلي. نعم. خط أحمر ولا واحد بتدخل فيه. نعم. إلا الشيخ مع الشيخ. نعم. فقط لغير يعني سواء بالتمارين أو في المباريات، عمر ما واحد تدخل في جهاز فني أو. نعم. كلاعبين حرية مطلقة، صلاحيات مطلقة للمدير الفني اللي بيكون مسلم الفريق. نعم. لا يعني ولا لاعب يرتبط في أي إداري، ممكن علاقة شخصية هو بينه. نعم. وبينه، وهذا حق لأي شخص. الفريق الآن وضعه كيف؟ مستقر؟ إحنا الحمد لله رب رواتبكم كجهاز فني ولاعبين واصلة؟ هي كمشاكل المالية يعني الفيصلي كأي نادي. نعم. من الأندية تنحل المشاكل المالية يعني. موجودة. نعم. حتى في الاتحاد الآن بالضبط احنا. نعم. احنا معنا مشاكل. نعم. احنا اللي بسبب لنا المشاكل تأخر الاتحاد بالرواتب. نعم. ما عندنا مشاكل احنا لو الاتحاد بيدفع باول الشهر بندفع اول الشهر مستحقات. بالضبط مستحقات، اذا الاداره ما عليها ذنب. نعم. احنا كره قدم متابعين كلنا بالنهايه بنصب للمنتخب الوطني والاتحاد الاردني. نعم. لما يجي الاتحاد يعطيك 12 الشهر. نعم. مش ذنب رئيس النادي ولا ذنب بعض اداره النادي. نعم. الان تكلفه يعني بتذمروا اللاعبين لما يتاخر الراتب بتحسوا. شوف اللعيبه. نعم. اي واحد فينا مدرب. نعم. لاعب هذا هو بيستنى اخر هالشهر الراتب حتى يصرف حاله على. نعم. بيته على انتشاف الاوضاع. صحيح صحيح. يعني بتزداد صعوبه. مش دفاعا عن الاداره احنا. مش دفاعا عن الاداره يا كابتن. نعم. انا بدي اكرر لك احنا. نعم. لما بيجي الاتحاد بعطينا 12 شهر بنسلم 13 شهر. نعم. ما عندنا مشكله. الان الفيصلي وين ايراداته؟ وين دخله؟ كل الانديه مش الفيصلي. صح. بيعتمدوا على الاتحاد الاردني صحيح ولا مش صحيح؟ صح. يعني المعونه 20,000 الفيصلي بده شهري 44,000 بالضبط. اذا لا يغطي نص المبلغ. نعم. اقل من نص المبلغ يعني 44,000 بدك شهري او خلينا نقول 40,000 نص المبلغ يعني في عبء مع ذلك يعني. بس هو الاتحاد بيساهم معنا انه نسكر التزامات الفريق. طيب وذكرت لك انه الشيخ يعني بعاني كان الشيخ ولا اعضاء الاداره ولا حتى كل الانديه تعاني من هذا الموضوع. طيب شكرا للسيد محمود صايل المدير الاداري للفيصلي، شكرا للكابتن زياد ابو شنب المدرب العام للفيصلي، شكرا على حضوركم. شكرا.